صباح الخير العائلة، كديرين؟ لاباس عليكم، صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة يا ربي. المهم الحبايب، اسمحوا لي على هذه الغيبة، يمكن دابا راه شي 4 أيام هكذاك غبت عليكم، ما بقيت ننزل والو. البنات كيسولوا فيا الله يعطيكم الصحة في الانستغرام، والبنات تاو ديال اليوتيوب في لك دورة، عودتي على الفيديوهات ديالك الحبايب. كما كتعرفوا ما بقيتش كننزل هاد الايام حدادا على روح المرحومة خالتي خديجة، الله يرحمها في هذا النهار، والله يغفر ليها، والله يوسع عليها ضيقه القبر يا ربي، والله يصبر بناتها كنزه واختي ماجده، والله يصبر وليداتها الاخرين، والله يصبر كل عائلتها يا ربي. كما كتعرفوا جانا الخبر، والله انا تصدمت، حيت انا شوفوا الاخبار ديال الغربه ديما كنبقى انا متخوفه منها. قالت لي غير اختي حسنه، كنت انا هنا جالسه في بيت نعاس، كنت كنقاد نيت واحد الفيديو كنت باغا نحطه، وجاتني الخبر، عفيت تصدمت، بكينا تألمنا بصراحة. الأم ملي كتمشي الأم أعظم حاجة في الحياة هي الأم، راكم كتعرفوا يعني ملي كتمشي الأم شنو نقول لكم، شي حاجة صعيبة، والله شي حاجة صعيبة. المهم الله يصبر وليداتها، الله يصبر بنياتها، الله يغفر ليها، الله يرحمها في هذا النهار. دعوا معها حبايبي كاملين بالرحمة ومغفرة الذنوب يا ربي. وكانت مرة طيبة بصراحة، ما شفنا منها إلا الخير. أنا تلاقيت معها مرة واحدة، وإنسانة طيبة كتدخل القلب كتدخل الخاطر. المهم الحبايب، هادشي علاش أنا غابرة هاد الأيام، وإن شاء الله إن شاء الله نرجع معاكم كيف ما كنت كيف الأول. عودتكم على الروتينات اليومية ديالي اللي كندير، وجاتنا مع هاد الفرحة اللي عايشين المغاربة كاملين، اللي عايشين المغاربة ما شاء الله. شنو نقول لكم، عرفتوا الوالدة كانت كتصور لي المدينة ديالي بن سليمان، ما شاء الله خارجين الناس، عيالات ورجالة وليدات صغار، كل شيء خارج فرحان بالفوز ديالنا اللي حقه ما شاء الله المنتخب. تبارك الله عليه، هز بينا الدرابو، هز بينا العلام ديالنا، هز بينا العلام كما كيقولوا. والله العظيم كي تشوفي ما شاء الله مصريين فلسطينيين لبنانيين، كل شيء هز الراية ديال المغرب، كتحسي بواحد الفخر، تحسي بواحد الإحساس غريب، وكتقولي فعلا أن كرة القدم غلبت بزاف الحوايج، غلبت السياسه اللي كما كيقولوا افسدته السياسه، كتصلحوا كره القدم. شوفوا ما شاء الله كيفاش الشعب العربي كتلقاه يد وحده، وكلشي كيعيط مغرب مغرب مغرب، يعني كتعرفي ان العرب في دمنا، يعني العروبه كما كيقولوا في دمنا، يعني العربي كيف ما كان عمرو يدوز العربي خوه. كنشوف كلشي ما شاء الله، كلشي فرحان واحد الفرحه، يعني بحال هما اللي فازوا، بحال دولتهم اللي فازت. تفرجت وش نقول لكم، المهم الله يوفقهم ان شاء الله الماتش الجاي، والله ييسر ليهم، والله يخلي ليهم صحيحتهم، حيت كنشوفهم مساكن كيفاش كيتقاتلوا في التيران، وكيف تبارك الله عليهم راهم فخر لينا، هزوا بينا كما كنقولوا الاعلام وزادوا بينا القدام. المهم الحبايب، ان شاء الله نبدا معكم هذا الروتين ديالي ديال اليوم. يلا خفيقه، انا في الصباح مازال ما درت والو، قلت غنشعل الكاميرا نهضر معكم واحد شويه، عاد نبدا ان شاء الله الروتين الصباح. هذا الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم، كما عودتكم هذه الايامات كنت كنزل لكم بشكل يومي. المهم دابا غنوض نجمع واحد الفريش عندي، واحد الفريش برا، ولينا كنفرشوا برا راكم عارفين. صافي هذا البيت درنا لي كروه، قال لي بوها صافي مابقاش دخلوا ليه، بقاو تفرجوا تبع. ما عندناش، قالوا لي البنات جيبي التلفازه، ما عندناش فين نديروا لاصق التلفازه، هنايا الماريو كاين، هنا كاين، هنا الكوافوزه اللي جبت التلفازه زعما كيبقى يتفرج فيها، ما كاينلاش عاوتاني التلفازه، وكاينه التلفازه الاخرى اللي هي صافي نبقاو نعسو تما تيح الله. المهم يلاه معايا دابا نشوف داكشي اللي غندير ان شاء الله، نشارك معكم اليوم الروتين، وان شاء الله يكون الروتين زوين حماسي كيف ما عودتكم، ويمدكم بالطاقه الايجابيه وبالحماس واي شيء ايجابي في الحياه. وهنايا كما كتشوفوا يلاه بديت نجمع في الفراش، باقا ما درت والو. مهند باغي قال لي غير كاس القهوه، قال لي سيري صاوبي لي غير كاس القهوه كحله، يعني ما غنعمرش تاي لا والو، انا غنشرب كاس الحليب وناكل واحد البيضه مسلوقه، وانا وليت كنشرب واحد الفيتامين، هذا الفيتامين اللي كنت عطيت منه المهند حتى انا وليت كنشربه، حيت ضروري هاد الفتره باش ما يشدش فينا، باش ما يشدش فيكم الزكام والبرد وكشي. شوفوا الليمون اللي عندكم، عاوتاني الليمون، جيبوا الليمون وعصروه، كثروا من الليمون، هذه الوقيته ديال الموسم ديال الماندالين في المغرب كيخرج الليمون، داكشي هو الليمون كيحارب الزكام ديال دابا. المهم انا كنحاول انني نشرب هاد الايام داكشي ديال الفيتامينات، ولا كان شي ليمون نعصر هذاكشي باش ما يجينيش انا الريح، حيت الذهب يلاه كيدينا مراجعه عند الدكتور كتعرفوا، خاصه مراجعه ديناها لابو ظبي، وكي كتعرفوا كان فيها غير الردان، ما كان فيها لا سخانه
لا كحبه لا حتى حاجه. دابا حاليا عاد جوا الاعراض ديال الزكام ولات فيه الكحبه وطلعت ليها واحد شويه ديال السخانه ونيوف هذا يزين. المهم خرج لينا الطبيب الدواء قال لنا قوي البرد ديال الحراره وخرج لي واحد السيرو واحد الفيتامين للدراري الصغار. شرينا لي هاد الدواء داك الشيء اللي خرج لي الطبيب كامل كما كتعرفوا. قال لنا الطبيبه هذه هي الوقايه ديال ما تخافوا والو. قال لنا زعما كاين هذه هي الوقايه ديال كاع الوليدات كيمرضوا حتى الكبار كيمرضوا دابا حاليا. المهم الحبايب انا شوفوا نهار اللي ما نورش ندير شي حاجه بحال كون جليس ولا نقز نعقز على شي حاجه ما نديرهاش والله العظيم عظامي كيضروني. انا خاصني نتحرك. شوفوا الا بغيتوا تمرضوا غتجلسوا تجلسوا ما غديروا والو غير غتبقاو جالسين كتمرضوا. سبحان الله العلي العظيم نهار الواحد اللي يضرب تماره مثلا يكون عنده شي نهار فيه الشقا بزاف مثلا عنده التخمال ديال الصالون ولا التخمال ديال بيت النعاس ولا بيخرج الحمامات. نهار اللي كنضرب انا تماره نهار اللي منين نجي نرتاح كنرتاح واحد الراحه زوينه يعني كيجيك واحد النعاس مزيان ما كيضركش راسك. ملي كترتاحي كترتاحي مزيان كتنوضي مزيان كتحسي بعظامك انك راه نتي نقيتي الدار ولا كان عندك وقيته خاويه كاع قراو القران نوضو طيبو شي حاجه في الكوزينه المهم طيو حويجات. المهم الوقت مني كتعمروه ماشي بحال اللي كيبقى خاوي. وهنايا راني قاديت القهوه للمهند والبنات كما كتشوفوها هي فيها الرغوه من الفوق بدون تحريك. مني ما كتحركوهاش راه اجباري اجباري غطلع لكم هذه الرغوه واخا ما كتكونوش كتعرفوا القهوه ولا يلا مبتدئين في القهوه اجباري لما حركتوش القهوه غطلع لكم ديك الكشكوشه. غير انا ما كنتش كنعرف في الاول عاد وليت كنعرف. وهنا دزت مباشره مني عطيته كاس القهوه دزت مباشره قلت اش غندير غندير نطيب الغداء غنطيب بطاطا في الفرن بالطريقه السوريه ديالهم كي كدير لها حماتي. رشيت عليه واحد شويه ديال الكمون وهنايا غنزيد واحد الرشه ديال الملحه كما كتشوفوا. هي غنعصر واحد نص حامضه الحامض كيعطي واحد الطعم زوين كتجي هكاك محمضه. هنايا ديك الفلفله مهروشه الفلفله حاره مهروشه كتعطيها حتى هي واحد الطعم ما كنتش كنديرها في الاول ولكن ملي شفت حماتي كديرها وليت انا كنديرها هي اللي كتجيب البنه. مهند عزيز علي داك الطياب راه كتعرفوا رجالنا عزيز عليهم الطياب ديال الامهات ديالهم كيقول لك ناقصها شي حاجه ناقصها شي حاجه واخا طيبيها لي بنينه بطريقتك هو كيبغي ديك الطريقه اللي كان معوض عليها مني كان ساكن مع الوالدين ديالو. كتعرف كتقول الوالده كديرها بحال المهم انا وليت كنصرعها. المهم قال لي مهند راكي وليتي كديرها بحال 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 الوالده ديالي حيت الوالده ديالو ما شاء الله حباتي هادشي اللي كدير فيها كدير فيها غير شويه ديال الزبادي شويه ديال مطيشه الحك شويه ديال الثومه. المهم راكم شفتوا المقادير ديال معايا دابا غنزيد واحد الرشه ديال البهارات السبع على الدجاج. هما كيبهروا الدجاج بوحدو وبطاطا بوحدها بطاطا راه البهارات ديالها راه درتهم قدامكم الكمون والملحه وداك الشيء راه خفيف ظريف. وهذا البهار ديال الدجاج راني دايره معكم هذه الاكله شحال من مره كشي علاش ما مركزاش ليكم كاع في المكونات. هنايا انا زدت من عندي واحد شويه 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 ديال الهريسه هذه ما حرش بزاف عطاتني غير واحد اللوين زوين. شوفوا اللون اللي عطات حمرت لينا دوك الفخيضات دابا صافي غنستفهم ستفتهم هنايا كما كتشوفوا وغندخلهم الفران نشعل عليهم من الفوق والتحت نخليهم يتي شويه وندوز دابا نجمع روينتي انايا كوزينه كتعرفوا ضروري نغسل الموينات. وجد الغداء بالزربه كتعرفوا الدجاج والبطاطا ما كياخذش الوقت بزاف بالزربه كيطيب. وهنا درت الشلايده زربت عليها الشلاده ضروري مع هاد البطاطا والدجاج ضروري مهند ما تدوش لي بلا شلاده. وحاطه تما واحد نص حامضه كيعصروها من فوق الماكله صافي دابا غندوز باش نتغداو ان شاء الله. وهنايا بعد ما سالينا الغداء نتديريكت باغا نجمع الروينه كتعرفوا الروينه ديال مورا الغداء. هنايا حاشاكم الزبل عندي عمر باغا نخرجو كما قلت لكم الحاجه الزوينه اللي فيها السكنه اللي ما كنتعذبش فيها هي كنلوح بالزربه دقيقه كنلوح الزبل وكنرجع حيت قدام الباب الباب حدا الباب جينا السكنه اللي خديناها
خلينا حدا داك القمامه حاشاكم، حيت اغلبيه العيالات الزبل الدغيا كيعمر لينا حنا العيالات، يعني كتلوحي فيها انت كتجي كتنقي الخضره، كتجي كتبدلي البيبي لي كوش بالزربه، هذا الزبل كيعمر. يعني كل مره انا كنبغي نخوي ما كنبغيش نخليه عندي في الدار، كيبقى عاطي ديك الريحه. فيما كتحلي تحت البلاكار نبغي نجبد هذا كتعطي ديك الريحه، راكم عارفين الريحه ديال الزبل حاشاكم. المهم هنايا راني جمعت الكوزينه، نظفت كنمسح واحد شويه، باغا ندور واحد الدويره ديال الحويجات مولفه، كندور من السبت للسبت، ولكن مع المنتخب ديالنا غيلعب يلعب ان شاء الله نهار الاربعاء، قلت والله ما نخلي شي حاجه، نسى الحويجات ان شاء الله ندورهم دابا ونحيدهم اليوم ونشرم عاد نمشي باش نرتاح. المهم هكذا تبقى لي الدنيا نقيه. وغدا كتعرفوا باقي غدا ما تعرفوا غدا شنو يجيكم، كتقولي لا نخلي حتى الغدا، لا قلت لا نحيد كلشي دابا وعاد نمشي ان شاء الله باش نرتاح. المهم الحبايب اختكم يلا جلسات، عرفتوا الروينه مني كتحلوا عينيكم كتفكروا في الروينه ديال الصباح اللي غتجمعوا، والروينه ديال مورا الغداء بوحدها ضروري مورا الغداء. عاوتاني درت كي على ديك الكوزينه كيشوني يلا كي جمعت الكوزينه مسحتها جففتها خليتها هي هذيك، عاد جيت هنايا جلست بصراحه قلت غنرتاح واحد شويه نستراح. وهنا قال لي نوضي جمع الوقفه خلينا نمشيو نتقداو، باغي نمشي نجيبو غير شويه ديال الخضره وشويه ديال الفواكه، باقا عندي السلعه ديال الشهر باقا ما تقاداتش، باقا لي وقيله شي 5 ايام وكاك ولا 10 ايام كاع ونعاود نرجع نتقدى ان شاء الله. قال لي مهان داكشي الرقيق اللي كتجيبي من الحانوت راه وقال لك يتقام علينا اكثر من السلع اللي كتاخذي من شهر شهر، حيت من الحانوت ما شاء الله ديما جاي غادي غادي جاي غادي جاي دق 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 دق. مهان كل مره كيحل عليه الحانوت كيقول لي كل مره كطلبي حاجه، عرفتوا شنو راه حتى نتوما كطرى ليكم خاصكم طيبوا ولا بغيتوا طيبوا شي كيكه ولا طيبوا شي اكله شفتوها في اليوتيوب ولا شي اكله شفتوها في عند شي حد شي حاجه، كتجيو تقلبوا على المكونات كاملا ضروري تلقاو واحد ناقص، ضروري تعيط على الحانوت ضروري ما تلقاو هذه ناقصه. انا الحانوت راه يوميا خدام معايا، يا نجيب الحليب يا نجيب شي حاجه اخرى يا نجيب البيض يا كيسالي هذه، المهم تلقى حاجه مساليه. كنديروا حنا بحساب التقدير ديال الشهر وبحساب الحانوت، الحانوت هو ما شاء الله عليه خاصك ديري ليه ميزانيه بوحدو كما كيقولوا ضروري المراق ما تخص في الدار، داكشي علاش كنبقى نعيط على الحانوت. المهم الحبايب بغينا نجيبو غير شويه ديال الخضره فريش، كاين واحد السوق الخضره هنايا كيبيع الخضره مزيانه، ونجيبو شويه ديال الفواكه. كنعصر الذهب واحد شويه ديال كتعرفوا كندير لها كوكتيل مثلا البنان مع هذا مع الحليب، كندير لها البنان والتفاح مع الحليب كتبغي تشربهم عزيز على العصير بحال هكا كوكتيل مخلط بالحليب ولا الليمون مع الفراوله، المهم عزيز على هادشي. قلنا نجيبو شويه الفواكه باش نولي ندير لها العصير اللي العصير داكشي نعطيها. المهم الحبايب هذا مكان شاركت معكم الحبايب من الصباح حتى مورا الغدا ديالنا هو هذا، دابا بقى غير الليل ان شاء الله باش غنمشي نتقدى كما قلت لكم وغنجي ونشوفوا. حنا دائما يا نديروا شي حاجه ثقيله للعشاء عاوتاني يشتهى مهند، يا نديروا شي حاجه خفيفه، يا بعض المرات مهند ما يبغيش يتعشى، بعض المرات انا نشرب غير اتاي ولا نحل لي شي بات سرديل طون ولا شي حاجه ناكلو ومهند ما يبغيش، ولا كندير لي بعض المرات غير انا اندومي بصراحه عزيز عليا اندومي واخا تقول لي ماشي صحيه، نطيب ليا غير وحده كناكلها وصافي، ما كانش مهند باغي بغي يتعشى ما كنبقاش نخربق بزاف. المهم هذا مكان الحبايب كما تشوفوا، هذا هو الفيديو ديال اليوم الحبايب، نتمنى يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتستناونا في فيديو قادم باذن الله. بوس لكم حبايبي ومع السلامه.